فيسره لي وبارك لي فيه. يعني تسأله أن ييسره لك ثم أن يبارك لك فيه وإن كان فيه شر. تسأل الله عز وجل أن يصرفه عنك ويصرفك عنه. يصرفه عنك بأن يجعل بينك وتتعطل الأسباب بينك وبينه، ثم ليصرفك أنت عنه بأن يجعلك ترفض هذا الأمر من قرارة نفسك، لا تطمئن لهذا الأمر، ترفض من قرارة نفسك هذا الأمر ولا تتحمس له. إذن هو يصرفه عنك بأن تصبح غير قادر عليه، ويصرفك عن بأن يجعلك من داخلك ترفض هذا الأمر، لا تطمئن إليه، تستوحش منه، لا تتحمس، تبرد تجاهه وتود لو أن هذا الأمر لا يهم. هنا لقد صرفك عنه. وإذا تعطلت الأسباب ولم تتيسر لك فمعنى أن الله قد صرفه عنك. فكل الأمر أنت تطلبه إذا كان هذا الأمر الذي أقبل عليه زواجا كان أو سفرا أو إلى آخره، فتطلب إن كان فيه الشر. حين تقول إن كنت تعلم، ليس معنى إن كنت تعلم أو لا تعلم، يعني إن كان فيه شر فالله عز وجل أحاط علمه بكل شيء، أنت الذي لا تعلم. فإن كان في علم الله أن هذا الأمر شر لي فاصرفه عنه بأن لا تيسره لي، بأن لا تيسره لي، واصرفني عنه بحيث تجعلني من قرارة نفسي أستوحش منه ولا أطمئن إليه وأرغب عنه، لا أرغب فيه. إن كان فيه خير فاجعلني أكثر حماسة له ويسر لي سبله ثم بارك لي فيه. أما إن كان فيه شر فاصرفه عن، اجعله عسير المنال، واصرفني عن، أي أرغب عنه ولا أتحمس له وأستوحش منه، واقدر لي الخير حيث كان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمه المسلم إذا أقبلت على أمر ذي بال، مشروع وإلى آخره، أنت لا تعرف عاقبة هذا الأمر، هل هو فيه خير أم شر، أنت توجه إلى الله، تصلي له ركعتين من غير الفريضة، ثم تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، ويسمي حاجته. إذن تسأل أن يبارك بعد أن يصرفه عنك، أن ييسر لك الخير حيث كان وأن ترضى به، لأن عدم الرضا مشكل في حق المسلم. طيب أصلي متى تقول؟ العلماء قالوا يصلي ركعتين ثم يقول، قالوا يقولها بعد أن يفرغ من صلاته من الركعتين. الآن هناك من قال بأنه يقول هذا الدعاء، ومن المهم أن يرفع يديه حينها، أن يقول هذا الدعاء بعد أن يسلم، أي بعد أن يخرج من الصلاة. وبعض العلماء قال لك لا، بعد أن يكمل من التشهد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى، بعد أن يكمل من التشهد وقبل أن يسلم يقول هذا الدعاء، لكن الأظهر عند العلماء أن يقوله بعد السلام، بعد أن يسلم من ركعتين ويرفع يديه ويقول اللهم إني أستخيرك بعلم إلى آخر الدعاء، تطلب منه هذا الدعاء. ما هو هذا الدعاء؟ إذا هم أحدكم بأمر فليصلي لله ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول الله
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ويسمي حاجته كما ذكرنا، والله ولي كل توفيق. وإلى لقاء آخر مع دعاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.